عندما يصطاد جون يبدو أكثر شبابا، ينزل إلى النهر المتدفق مبتسما متفاخرا أن بإمكانه ربط طعم على شكل ذبابة في الصنارة حتى في الليل الحالك. الصيد في كينيا ليس لعبة شعبية للترفيه كما كان في أيام الاستعمار حين أنشئ نادي كينيا فلاي فيشرز منذ 200 عامين، بل هو عمل لتأمين لقمة العيش. لكن من الأفضل للإنسان أن يعمل ما يحب برأي جون. أنا أحب الصيد وهو أفضل لعبة لدي في الحياة. الصيد هو الشيء الوحيد الذي يجعلني سعيدا، ومهما ساءت الأمور سأكون سعيدا ما دمت أصطاد الأسماك، ولا أحد يستطيع أن يمنعني من الصيد. غابات السافانا وأسماك السالمون المرقط تجتذب حشود السياح، تقدم لهم المنطقة فرصة لتجربة فريدة. تخيل قضاء فترة الصباح منذ الفجر في صيد الأسماك، وبعد الظهر تمضيه في التقاط صور الحيوانات البرية. هذا هو المكان الوحيد لصيد سمك السالمون المرقط. صناعة طعوم الصيد المحلية مزدهرة، وطلبات العملاء تتدفق من النرويج إلى نيوزيلندا، بل ويصدرونها إلى جميع أنحاء العالم. طعوم اصطناعية صغيرة تحاكي الحشرات التي تأكلها الأسماك. يفضل معظم العملاء في الخارج العمل مع الكينيين. نستقبل طلبات كبيرة ويتعين علينا توظيف المزيد من الأشخاص. المتحمسون للترويج لرياضة صيد السالمون المرقط بطول 2000 كيلومتر عبر كينيا لا يهدفون فقط لتأمين فرص عمل، بل المساعدة في حماية الأنهار. إذا لم نحافظ على ما تبقى من الأنهار فخلال 30 عاما القادمة لن يجد الجيل القادم أي أنهار جيدة للصيد في هذا البلد. على الرغم من أن الكثير من سكان وادي ماثيويا يرون أن صيد الأسماك رياضة من بقايا الحقبة الاستعمارية، لكن الصيادين في أقدم نادي صيد في أفريقيا يثبتون حسن النوايا بإعادة كل ما يصطادونه إلى النهر لمنع الصيد الجائر.